سيداتي سادتي، أهلا بكم برحلتنا المتوجهة على لندن. بتمنى تقضوا معنا رحلة ممتعة. لمعلومات أكثر عن السلامة العامة، اتذكروا تنفخوا جاكيتات السلامة قبل ما تطلعوا. في على الطيارة 8 أبواب للطوارئ، بابين من قدام واثنين من وراء وأربعة على الجوانب. الأضوية اللي على الأرض رح تساعدكم لتوصلوا لأقرب باب. ولمعلومات أكثر اقروا كتيب المعلومات الموجود بجيبة الكرسي. بشكركم على حسن استماعكم. لا أكيد هذا يوم سعدي. نعم بقدر أساعدك؟ لا بدي نموذج شكوى لو سمحتي. أسفة؟ على شو؟ جنان؟ شركة الطيران لازم تعتذر لأنها بتخلي بنات حلوين يقدموا إرشادات السلامة. كنت بطلع عليك طول الوقت، ما قدرت أركز بالإرشادات. هلأ إذا وقعت الطيارة بالمي كيف بدي أعرف شو لازم أعمل؟ تخيل لو متت وأنا ما بعرف أسبح، رح تكون مسؤولية مين؟ قوليلي مسؤوليتك؟ إذا قريت هذا الكتيب بيكون في فرصة لتعيش إذا وقعت بالمي. واو، لو ما كنت موجودة شو كان صار فينا؟ اطمن يا أستاذ ما رح يصير لك شيء. شوفي الرحلة طويلة للندن وأكيد ممكن يصير إشي. ما قلت لي شو اسمك؟ بس لو اسمي أطول شوي كمان. رايح لندن؟ قررت أرحل من دلهي للندن. شو رح تعمل هناك؟ شوف بكفي. أنا مهندس برمجيات، شغلة مملة مش زي شغلك، بتقضيها بتحكي مع الناس قد ما بدك. بكفي أوكي، هي أول مرة بتصرفك وأنت أكيد السبب. أوه. أنا بعرف شو هالولد المجنون، شو هالجرأة اللي عنده؟ آسف ممكن تقلي، آسف بس أول ما شفتك ما قدرت أمسك حالي، حسيت إني لازم أحكي معك. أوكي ما توقف حكي، ضلك احكي. لا لا طول بالك. أنا آسف بس ما قدرت أمنع حالي. أنت من هدول الشباب؟ ليش هون؟ ممنوع نكون من هدول الشباب؟ لا عادي، بس أنا خلصت شغلي من شوي. وأنا كمان خلصت، شو هالصدفة الحلوة؟ لا 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 اقعدي بدبر حالي. الجو برا حامي. لطفي، اسمي انا لطفي الحباب. وانتي؟ ميرا. من جنوب الهند؟ أوه من الشمال إذا منيح كتير. أنا كمان من شمال الهند، يعني مثل بعض. ميرا أول مرة بتروحي على لندن؟ راح تحبيها، بتشوفي لندن بتجنن. على فكرة أنا كمان رايح لأول مرة. متوترة صح؟ اسمع رح تطير الطيارة هلأ، فلو سمحت. مش مشكلة ولا يهمك.
الرحلة قدامنا طويلة، فرح نحكي كتير على الطريق. مالك ليش هالقد متوتر؟ كل اللي بدك تروح يومين. اسمع، ما تحكي شي لمرتي عن اللي سويته، أنا في دلهي، واضح؟ بأزكك يا الله شو بحبك. وأنا كمان غبي عن جد بحبك. اسمعني منيح، إذا بتحكي أي كلمة رح أحكي كل إشي سويته لأمك. عن شو عم تحكي؟ أنا قصص الكل بعرفها، ما في إشي مخبى، بس الدور والباقي على قصصك اللي في دلهي اللي لسه مخبي. وانت كمان متورط. مش بس انا، ننسى الموضوع. شو موافق؟ وين بدنا نتعشى الليلة؟ لازم احجز طاولة. عم تحكي معي؟ شوفي بطلي حركات الصغار هاي، لا بعرفك ولا بتعرفني، وكل واحد فينا من طريق، خلص فكيها بالعقد. اسمعي، نفتح صفحة جديدة. بترجاكي ما تعملي هيك، قلت لك أنا آسف، اعتبريها غلطة. بدك أنزل على ركبي وأتأسف لك؟ حاضر أنا آسف، حين نزلت على ركبي شو أعمل أكتر؟ بليز. اسمع، مين ما كنت جوزي جاي هلأ ياخدني. لحقتي تتجوزي؟ وبدك يعني أتحمل هاي الصدمة؟ قلبي قلبي أرجوك يا سيد، أرجوك ما تتفرج، لأنه الحب معناه رح أعاني لحالي، مكتوب علي أعاني. صح؟ لا، العنوان كمان غلط، ممكن أكون لخبطت لما كتبته. ما جربتي تحكي معه؟ طبعا رح أجرب، بس شكله الرقم مش موجود أصلا، بظن إنه تغير. أحكي لعمتي؟ اسمعي، هالشغلة ما رح تغير الوضع كتير للعمة، بس ما تحكي لها أي إشي. Excuse me. شو بدك تعملي هلأ؟ اسمعي رح أتصل بعدين، أوكي باي. لا اسمعي، شو جابك؟ ها؟ امشي، خمس دقايق وبرجع. شباب انت انجنيتي؟ ها؟ شو اللي بتفكري فيه؟ غبية. انا بحاجة المصاري وانت بدك تطلعي برا البلد، يعني الموضوع رح يزبط إليك وإلي، وعن قريب رح تاخدي حقك، وبعدين رح أكمل إجراءات الطلاق وخلصنا. خليكي بعيدة عني لو سمحتي، والأهم من هيك خلي طموحاتك بهذا العالم الثالث بس إلك، واضح؟ هذا مكان شغلي والناس هون بيحترموني، لو مرة تانية اجيتي خلص روحي. يلا we'll be right back.
إذا بدك تستعملي الحمام لازم تشتري شي يا حلوة. ماشي ربي. من الهند انت صح؟ مو ذكى مني، عرفت من لبسك. انسرقت محفظتك بالمطار. في مشاكل مع حبيبك؟ شيء أسوأ من هيك؟ قلت لي اسمه رائد؟ تعرفي انهم بكيفوا على الهباية اللي مثلك؟ الزواج المزيف تجارة مربحة، كتير منشر هون، بيضحكوا على الوحدة وبيستغلوها وبياخدوا مصرياتها، وبعدين بآخر لحظة بهرب. لا بظن إنه في شوية لخبطة، ممكن يكون بيعرف إشي وأنا لا، أو أكون عملت إشي أزعجه، يعني أي إشي. تعرفي على الأقل لازم أعطيه إشي بالمقابل. على شو؟ لأنه زلمة؟ طب ليش الزلمة؟ ليش الزلمة تجوزك من أول؟ بس مش مشكلة، اللي صار صار. شو بدك تعملي هلأ؟ روح على هديك الغرفة ونامي.
قولي لي، انت ما اكلتي اشي؟ عملك شي تاكلي؟ برياني مع جاج. في عندك حليب بالبيت؟ في بالثلاجة؟ اجيب. ما في فايدة من اللي بتعمليه، كاسة حليب ما حتغير حياتي. رجعيها، بقولك خليها محلها. انت مش الخدامة اوكي؟ ممكن تكوني منحرجة انك جيتي لعندي، بس انا ما عندي مشكلة. تقدر تقولي شكرا، شو بقدر اساعدك، يعني اعتبريني زي اختك بالضبط. اوكي اوكي هالمره بس. ثانكس. اليوم 45، امبارح غيبت بسيارة واحد، وهلأ نص صاحية بالتخت مدروخة، بس في أغنية براسي مش عارفة بشو حاسة اليوم. مبسوطة متلخبطة، مبسوطة متلخبطة، ما رح أخذ بالموضوع. شو هاي الأغنية اللي معلقة براسي؟ طيب ايه ده، هيني وصلت. واو ايش هذا؟ ما تسكر الباب، ما تسكر. ها؟ بدي تليفوني. وينو تليفوني؟ ها؟ قريب بطل يرن. ليش؟ ليش؟ ليش بطل يرن؟ صاروخ. هاي انا حسام دبور، كنت عم بفكر انت بتآمني بالحب من اول نظره ولا ارجع الف هناك؟ ترجم لها. رح أعطيها فرصة تانية، رح أشتغل بأحسن ما عندي، رح أعملكم برنامج حتى أنا ما بقدر أخربه. أسود ولا زهري؟
فتون؟ أنا بفكر أروح على شيء أوتيل أقعد فيه. شو؟ هل قد أبوكي معه مصاري؟ بابا وماما ميتين، بس أنا محوشة شوية مصاري. أنا بابا عايش، هو كتير معه مصاري بس ما بعرف وينه، يعني كل شهر ببعت لي مبلغ منيح، ما بحتاج شيء، عايشة مثل الأغنية. بس فتون أنتي ما بتعرفيني. تعرفي وأنا ما كنت بعرف أهلي لما خلقت، وما عرفتهم لما كبرت، شو بتفرق؟ خليكي لحتى تتوضح الأمور بالنسبة إلك. هاي البيت موجود واعتبريه بيتك. روقي. بس بصراحة يا فتون ما في إشي واضح بيرجعني أو لا، حتى الشغل ما بعرف إمتى رح أشتغل، وأنا ما بدي أتقل عليك. يا متقلي علي، إذا بيوم احتجتك فرح ألاقيكي صح؟ طبعا رح تلاقيني، شو هالحكي؟ معناته ما في مشكلة. وهلأ احكي لي مين أحلى، الأسود ولا الزهري؟ الزهري. يا وفاء شاهيناز. شاهيناز وفاء. شاهيناز وفاء صاحبتي ميرا. هاي. يلا يلا امشوا. لبستك حلوة. شكرا. اطلعي هي هناك جوزك؟ ايه هداك الزلم المجنون اللي من المطار. بتعرفي شغلي، انا عمري بحياتي ما شفت زلم رخيص ومزعج مثله ابدا. اوه صح صح صح. يلا خلينا نمشي. يلا. لا ما بدي اضيعك فرصة من ايدي. زي ما كنت احكي، سبب وجودي. شكرا يا ربي اني اخيرا قدرت الاقيك هون. دورت عليك بكل مكان وانت هون قاعد تحكي مع صاحبك وبتاكل وبتشرب ولا اشي فارق معك؟ كيف بتعمل هيك حبيبي؟ شو عملت لك عشان تعمل فيي هيك؟ عفوا انت مين؟ مين انا؟ عم تسأل مين انا؟ عن جد انت عم تسأل مين انا؟ مشان الله خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة بليز. اسمعي نفتح صفحة جديدة بعد ساعة، بس هلأ عندي اجتماع مهم كتير. أوكي؟ اجتماع مهم؟ أهم مني؟ يعني حبنا مش مهم؟ ولا ابنك مهم؟ الاجتماع أهم؟ انت ست وبتعرفي كيف بيكون شعوري، احكي له فهمي انه هذا ابنه اللي جواتي. حلوة ملعوبة. هي هاي مزحة. أوكي؟ عم تمزح. خبريني خالو وين؟ انت ما بتفهم؟ عم تغلط كتير معي، واحد غبي. لو سمحتوا تهدوا. المفروض بالأول تروح تحل مشاكلك يا شاب. أنا ما بعرف هاي البنت. أوكي عذبني بس رح أضل أحبك.
أهلا حبيبتي. شو اللي أخرك لهلأ؟ بتعرفي إني قبل ما تيجي ما رح أكل ولا لقمة. شو عم تعمل هون؟ بتفرج على التلفزيون. وشو كمان؟ وشو كمان؟ قاعد الكنباية وبتنفس كمان وعم بحكي معك كمان. وشوفي عم باكل بشار. وشو كمان؟ عم برقط عسل. وشو كمان؟ انت بتكرهيني صح؟ انا كتير بكرهك مزبوط. وهذا اللي بحبه، شعورك بالكره، هذا اللي بثيرني، اشي مختلف. بتعرفي كل البنات اللي عرفتهم بحياتي اعطوني حب واعطوني احترام، اشي بزهق، بس انتي بتجنني. هاي بيب. هاي. استعملها. فتون؟ مو لابسة بنطلون؟ عمرك شفتيني لابسة أكتر من هيك؟ هو ما تقلقي، ما كنت لابسة مبارح كمان. لشو الورد؟ مشان مقابلة. شو؟ طيب؟ شركة تصميم كبيرة كتير. طيب؟ بظن إنه عجبهم شغلي. بتظني؟ كنت عارفة. روعة. حلوين الوردات كتير. أصلاً ذوقك بجنن. تعالي تعالي حبيبتي، ما تستحي. يلا. بتعرفي بنقدر نفتح شركة تصميم خاصة فينا، انت بتصممي وانا باخد السوق. وحسام شو رح يعمل؟ هاي هاي اسمعيني، انا بقول انه لازم. انت بتفكري تروحي على الفندق؟ يعني معك مصاري كتير صح؟ إجا حسام يعيش معك وأنا ما بدي أكون بيناتكم. ومين كاين لحتى يخرب بيناتنا؟ خد بريك 5 دقايق. أنا ما تزوجته، بعد جديد وأنا عم بتسلى. بس لمتى؟ 4 أيام، أسبوع أو حتى شهر. بس بعد هيك أنا رح أحتاجك. أنا مرتاحة معك كتير، مرتاحة معك أكتر من بابا. عندي مشاكل كتير، بس معك أنا مبسوطة. عملتيلي من هديك الشقة بيت. وهاي أول مرة بفهم شعور الرجعة على البيت. يلا هاي الشباب اللي مثل حسام ما بيضلوا عطول موجودين، بس انت شخص مهم بالنسبة لي، وبعرف بيوم من الأيام راح تروحي وراح تتركيني، بس لهذا الوقت خليكي معي. بكفي دراما ولا بدك كمان؟ لا ها؟ لو سمحتي. شو لا؟ فوت. هذا من أمك. خالته. على فكرة أمك بعتت لك هذا الظرف. شكرا. بدك قهوة؟ لو سمحتي. قهوة لو سمحتي. قهوة راح أجيبها. ما تفتحوا، استناني. شو ما عربوا؟ أنا عارفة عنه. قهوة 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 قهوة. يلا افتحوا.
حبيب قلبي اللي بحبه كتير. يا عيني عليك شو محظوظ. شوف هاي عن جد بتلبق لك. طلبت مني رئيفة اجي على دلهي بشهر ديسمبر مشان احضر عرسك. حسام كيفك حياتي؟ ماما شو أعمل فيكي؟ هاي عن جد بتفكري إني راح أتجوز من هون لست أشهر؟ بكفي حكي فاضي. بالعشر سنين اللي مضوا بسمعك وبسمع للمجتمع، مرة مع هاي مرة مع هديك. ها أنت صحيح نسوانجي؟ هيك إحنا ربيناك. ها ماما لا بتقول عني نسوانجي؟ ألو أبدا ألو. كل مرة بحكي عن الزواج بتتحجج بالشغل. في شغل جديد هلا؟ اسمع حسام خليك ولد مطيع. ها هلا اختار لك واحدة من هدول البنات وتزوجها بعد سنة وارتاح. ماما اسمع ماما أبوك عاجبك؟ أنا عم بقابل واحدة. شو؟ كنت بدي أقول لك. شو؟ ما كنت أتوقع هذا الإشي يصير معي، بس صار اللي صار. فلو سمحتي ما نضلك تبعتي صور، بس ما تكون أجنبية زي مرت خالك. يس لا يا أمي، أنا ابنك وزيك بحب أمشي على العادات مش زي خالي. شافها للبنت؟ مين هو خالي؟ أصلاً هو اللي بعرف عن العلاقة. ما أنت شايف مرته. ماما بدها تحكي معك. طيب ليش لازم أحكي؟ ما هي مرة مجنونة. رياض روح غير اللمبة، رياض نظف التانك، رياض روح موت أهل. يا رياض رد على التليفون. رئيفة جبنا سيرتك بالخير هلأ قبل شوية. شفت البنت؟ أنا شفت البنت؟ طبعا شفتها حبيبتي، ومثل ما بتعرفي أنا مش أعمى. وهلأ شو رأيك تحكم عمرك بالموضوع؟ يعني الخال اللي عمره 32 سنة مزبوط. كيف وضعها؟ كيف وضعها؟ البنت حلوة كتير مثل قالب القشطة، وبيضة مثل الحليب الصافي. بصراحة من كل النواحي بتجنن. هيك إذا تجوزها بنجن. احكي لي هلأ رح أحبها؟ ها؟ حبيبتي لما تشوفيها رح تحبيها. رح تتفاهم مع العيلة؟ طبعا حبيبتي، لأنها من نوعية البنات اللي أنت رح تختاريها. مرباية على عز. يعني لما تشوفيها حبيبتي رح تعرف الفرق. أنا حبيتها شخصيا بصراحة، دخت فيها. أنا قصدي أني دخت فيها يعني كأني بدي أقول أنه بده يتزوج واحدة مثل أخته. أنت انجنيت؟ بقصد أنه لو كان عندك بنت فرح تكون مثلها بالضبط. بتمنى ما تكون القصة مثل دائما، وإذا غير رأيه بعد أسبوع. أبدا مش ممكن، أبدا مستحيل مستحيل. هو قصدي يعني إنه مش قادر يفارقها فقرر يعيش معها. شو بتحكي؟ وإنت شو بتعمل؟ ولك احكي. رئيفي أنت قاعدة بدلي وأنا المسؤول عنه مزبوط، وأنا بدير بالي عليه مزبوط، أنا بحرسه. مشان هيك أنا اللي اقترحت عليه إنه يكون بمكان قريب منها، وهذا كل الموضوع. فلو كنت أنت مكاني كان تصرفتي نفس التصرف اللي أنا تصرفته، قلتي له تعالوا قرب منها واسكن بجنبها. بتمنى تكوني فهمتيني. رئيفي قوليلي في جوافي على الشجرة؟ يا غبي قطعنا الشجرة هاي من زمان. في جواف على الشجرة؟ على الأقل وجوده منيح. جبنا سيرة القطة جاي نط. عن جد هو هيك؟ أيوة هذا أنا. مين أنت؟ مين أنا؟ أنا اللي رح أتشاور معك بعد شوي يا بطة البلدية. بطة؟ بلدية؟ أوكي معك حق، هو تقيل دام بس دائما مبسوط وبالعباله. طبعا مبسوط، لا صرف مصاري وكل شي ببلاش. أوكي بالمناسبة فيه كمان حسني إنه فظيع بال... يقرفك، ما إله داعي هالحكي. أوكي
بتعرفي شو كمان؟ خليني أنا أحكي لك، حسام دبور واحد استغلالي ومتطفل، رح يستغلك ويعيش ببيتك وطبعاً ببلاش، ورح يضل حضرته مرمي على هالكنباي، ورح يأكل بشار وما رح يصرف ولا مليم واحد، وهذا هو حسام. ميرا فتون، شوفوا جبت لكم الدكانة كلها.
تقدروا تساعدوني؟ رياض، قلت لك لازم نتصل قبل ما نزور حدا. هيك بأوروبا. أنت منيحة؟ هاي بطاقتي بعدها جديدة. منيحة؟ يعني إذا حسام جوا احكي له ست رئيفة برا. انتو صحاب حسام يعني؟ هاي هون جوا، تفضلوا. شرف. ماما؟ امتى؟ كيف؟ قصدي شو هالمفاجأة الحلوة؟ وانت شو اللي حكيت لي؟ انا بالضبط حكيت لك مثل ما حكى لي هو. شو؟ انا انت شو اللي حكيت لي اياه؟ هي قلة حياة رياض. خليني يا ربي وما تتدخلي. هو مش ولد صغير. تعال تعال رياض. رياض، هاي هي البنت. ماما اخرس، هاي هي البنت. هاي صاحبته هو مش صاحبتي انا. جاوب على السؤال، انت جاوب. لما اهلك بكره يشوفوا كل اشي على الفيسبوك رح يتركوا كل اشي ويجوا هون على طول. واو. سوري. دول عن جد يجوا كتير. انت ما بتستحي ماما. شو هيا هيا شو هاي هي ماما. ماما ميرا، هاي امي. ماما ميرا. وهي تشرفنا. بس 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 ما في داعي. ميرا ميرا. بعد أنا روح. حسام حلوة. شكرا. أنا قطعت مسافات ومسافات بس عشان أشوفك. قولي هاي هي البنت وهديك؟ لا لا، هاي متأكد؟ غبي خالو، بالله اهدى شوي. بدك يعني اهدى وانا بفرقع مثل حب البشار؟ رح اطل هون بس 4 ايام. انا والبنات رح نطلع خلال يومين، وانت رح تدبر موضوع اليومين التانيين، وبعد هيك رح نرجع لندن زي ما كنا. امك ما رح تقبل. احنا مش ناويين نتجوز، مرة وزلمة واولاد. حبيبتي ماما يا ها شو عم تعمل؟ عم بشتري خضرة. والمرة وين عم تطبخ بالمطبخ؟ فيش اشي تاني تعمله. وشو كأنه ما في بنت غيرها في الدنيا، وبضلك معها كل يوم كل يوم كل يوم. لا يا عمي، أنا هيك مبسوط. لا فتون بدها تتجوز ولا أنا كمان، وإحنا متفاهمين على هذا الوضع. عن جد؟ شو مالك خال؟ 20 سنة إلك بلندن، بس لهلأ بالعقلية القديمة. ستي روحي البسي بنطلون عشاني. يلا قربوا قربوا من بعض أكتر، خليني أشوفكم. أمي ما في داعي تحرجينا هيك. اخرس، مش مستحين تعيشوا مع بعض، بس مستحين تقعدوا بجنب بعض. الحمد لله ابني الفاشل عمل إشي واحد منيح بحياته. بعمري ما رح ألاقي واحدة مثلك. يلا المصاري بسرعة. الله يحميكم. أعطيها لشحاد. وين بدي ألاقي هلأ شحاد بلندن؟ دور وما تفكر تشتري فيها بوزة. لا هيك زودتيها كتير.
ايه ميرا التليفون. بالإذن. هاي. جت اللزقة. ايه الجيزر. انت انجنيت؟ الموضوع كله كم من يوم مشان الله تحملي. شو عم تحكي؟ بوعدك رح احاول كل جهدي اخليها بعيدة عنك، ما رح اورطك هاي الورطة، رح اصير انسان مؤدب. بس هالشي مستحيل. اكيد مش مستحيل، بقدر اكون مؤدب. لا يا غبي، تمثيليتك ودراما تبعتك مستحيلة. اوف، ما كان لازم حط بداية للموضوع قبل ما يبلش. صح كلامك، بس هلأ فات الأوان وصار ضروري كثير تصيري حبيبتي. نيالك. بليز 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 ميرا، غير هيك أنا رح أضيع. بليز. أوكي أوكي كمان قولي أوكي. وإذا مسكتنا؟ جيمس بوند نفسه ما رح يقدر يمسكك، أنت ممثلة موهوبة ومعك نجوم يدعموك. اهدي اهدي، كل شي رح يكون ظابط. عملت كل شي مشان يتجوز، بس هلا رح اعمل هذا الشي هون. الحمد لله اجى بوقته. اسف. مو مشكلة، انا بعرف اني من نوعية البنات اللي بفضلوهم الامهات. والولاد بحبوك اكتر من الاميات. جد؟ مشان هيك هو تركني. شو؟ انسى خلص. انت بتفكري انه مش شو؟ هي هالشي ما بخصك. استني، بتفكري انه انت فيكي اشي غلط مشان هيك؟ كأني حكيت انه ما بخصك وما بدي احكي بهذا الموضوع. اوكي مش معقولة. ما تخافي ميرا، بعد يومين مش أكتر رح نكون بعاد عن كل هاي الورطة، ورح نرجع بعد ما ماما ترجع على بيتها. منيح هيك؟ هلأ بتشوفي كيف حسام بده يسيطر على الوضع كله. ماما. حبيبي شو بدك؟ ماما احنا عم نفكر نعمل اشي بالعطلة، بدنا نطلع رحلة. من قبل كنا مخططين، بس بما انك لا لا لا، بس حبيبي ما تغير برنامجك مشاني. متى رح تروح؟ بعد بكره. حسام حسومتي حسومتي. اقنعتني يا صايع. مشانك رح أتحمل تكاليف رحلة تانية. الموضوع عندي. Es un lugar la más bonita en mi vida. Tú eres mi sol, tu amor me fuerzas loca. كلي حبيبتي كلي. انت نحيفة كتير زي العودة، لازم تنصحي منيح. كلي كلي. حسام قرب اكتر. مش هيك امسكي. ايوة اسبني. كتير حلوة. شوفوها. بعديها إجا الدكتور عمل لهم ريجيم فواكه وبس. شو هاد؟
يلا بسرعة حسام. حسام لا 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 يلا يلا المي خطرة. ماما أنا رح أتولى الموضوع. لا ما تروح. شو طينتها هاي البنت؟ تعرفي أنتي أنا حياتي صارت منيحة بسبب هاي البنت. عن جد؟ عن جد؟ ليش بتستبقي الأحداث؟ شو؟ اسمعي إذا بدك تستني للعرس ناديني رئيفة، بس ما تناديني أنتي. لا أهلك بيعرفوا على الموضوع؟ أنتي عن جد أنا آسفة، أهلي ماتوا. أوه. ماتوا بحادث سيارة. رح تستني للعرس؟ بس أنا مش قادرة. لا 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 بترجاكي بكير على هالشغلة. صرت حساسة كتير هاي الفترة، مرحلة سن اليأس. سوري. مش مشكلة أنتي، قصدي رئيفة، مو هيك القصة. مو هيك القصة؟ لا. ممتاز، خدي البسي. بعرف إنه هذا الوضع غريب شوي بهيك أماكن، شلحيهم بعدين. حلوين. وما تحكي مرة تانية إنه ما عندك أهل، ها؟ أنت من اليوم بنتي مثل حسام. إحنا غبيات بنبكي لما نكون مبسوطين ونضحك لما نزعل، هبايل. اهلا يا حلو. مالك؟ ما تتحركي. ماما 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 شو كنت بتعمل؟ تعالي بسرعة تعالي. شو كنت بتعمل؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ رئتينها تعبوا مي. شوفي ما عم تتنفس، روحي جيب الدكتور بسرعة. وين بدي ألاقي دكتور؟ على الشط يا غبي. قوم ولك قوم. خليني أجرب. ماما صحت. يا صحيت الحمد لله. شو يا بنت صرتي منيحة؟ ها؟ شو صار؟ أغمى عليها، قصدي حلينا المشكلة وعالجناها، فضل ماما. رح أخذها لجوا. لا أنا رح أخذها. استمتعوا بغروب الشمس، روحوا يلا. لا أنتي شكرا، انبسطنا بما فيه الكفاية. شو هالحكي، روحوا انبسطوا، طمنوا، أنا رح أخدها. يلا روحوا استمتعوا. انتبهوا مرة تانية بدك تكوني كتير صاحية وكتير واعية، ها؟ تعالي خليني أجيب لك أكل. شو اللي صار؟ واحد غشاش. ها؟ اتجوزك بس عشان يخدعك. كنت عم بفكر بيني وبين حالي، يا ترى كم بنت غيرك عمل معهم هيك؟ يا الله. وانت بتفكري انه فيكي انت المشكلة؟ وعشان هيك تركك؟ انت مجنونة؟ انا ما بدي احكي بالموضوع، انا ما بدي احكي، ما فهمت؟ بس انا ما بدي احكي بالموضوع، ما بدي. قلت لك من قبل، انت ما بتفهم؟ انت ليش بتلحق فيي؟ لانك بصراحة واحدة هبلة، وبما أني حالياً قررت أكون واحد مؤدب فمن واجبي أساعدك. بتفكر إذا بتقعد هون وبتلقي مواعظ وخطب رح تتغير حياتي؟
أكيد. الغباء، الغباء مرض شديد الخطورة، مدمر. يا ربي شو راح يصير لي هلا؟ ما تخافي أنا موجود، والدكتور حسام راح يصلح الموضوع. شكرا يا الله على دكتور حسام، أنت منيح معي وزكي كمان، ما أروعك بتجنن كمان. لا عادي عن جد والله، شو هالشب اللقطة، زكي وحليوة كمان، مش معقول، شو بعقد، مش معقول، ما في زيك. عادي هاي طبيعتي، بس أنت كمان مش بطالة، عندك شوية ذكاء وشكلك مش بطال. لا 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 صدقي، أنا بحكي من واقع خبرة، بصراحة أنا شايفك حلوة نار. عن جد؟ أنت عن جد شايفني نار؟ أصلاً بخاف أني ألمسك، بحس أني راح أنحرق بالنار. واو أنت كتير شاطر بهالموضوع. بطاقات معايدة مش عيون، بدوبوا بيخلوا الواحد يحلم، أي حدا بيشوفهم بيشوف حاله فيهم، وشفايفك لما أطلع عليهم ما بقدر أوقف تفكير فيهم، ما بتعرفي شو بيعملوا فيه، مش بس فيه، في كل العالم. وشو هالابتسامة، أي خدمة اجتماعية ابتسامتك يا ميرا. شوفي شوفي، خلصت العالم من كل المشاكل، ولابسة أواعي كتير، بتخلي الناس يتساءلوا عن الإشي اللي بتحاول تخبيه، مثل خصرك، خصرك ما حدا شافه بالمرة، هو كمان بخليني أحلى. مش لازم أحكي كمان صح؟ لأنه إذا حكيت رح تروحي. برداني؟ لا إيديكي، حاسس إني لازم أمسكهم ولازم أشد عليهم، بس كمان خايف إذا مسكتهم ما أقدر أفلتهم أبدا. واو عن جد شاطر صح؟ عرفت كيف بتصيد البنات، مسحوب من لسانك. بس اليوم كان استثناء، انت كنتي احسن ممثلة. عن جد؟ كان ادائك طبيعي، ما حد بيصدق انه تمثيل. انا حكيت اللي حاسه، اصلا انت ما بدك تمثيل. عن جد انك حلوة، كتير حلوة، والشباب كلهم بترموا قدامك يمين وشمال. انت عن جد بتحكي؟ عن جد يلا عاد، ليش مرتبت قدامي اذا؟ شايفة؟ هيك وقعتيني، الموضوع بسيط.
سكرتي؟ لا حاسة شعور حلو. لازم نروح صح؟ انبسطنا كتير. اوكي يلا نروح. كانت سهرة امبارح كتير حلوة. كنت بقول لحالي يمكن تحب نطلع نشرب شي سوا. تأخرت كتير بطلبك، بعدين بنت زيك مش بحاجة تطلب من حدا اشي. تسمح لي؟ تفضلي. انا مش فاهم ليش قلبي بدق بسرعة كأنه في حدا وراي بده يطخني، وامبارح ولا عرفت انام. تخيلي شو انت سكران؟ مفكراني بحب الورد بتفتح بالعمر نفسه، والعصافير بتزقزق، والنحل برفرف. شو مفكرة انت؟ ها؟ الظاهر عندك مشاكل. ومش اي مشاكل، مشاكل كبيرة. هقربوا يفكروني روميو ولا مجنون ليلى، رح يضربوا فيه المثل. انا بظن لازم اروح هلا. كلنا لازم نروح. شو بدك تعملي هون اذا انا رحت كمان؟ الله يسر امرك. يا حرام ولا حبة. شكرا كثير لك، بتمنى لك التوفيق بحياتك العلمية والعملية. بالمناسبة في لك فرص كثير هون، بشوفك. ادعي لي يا أختي. ميرا معاها حق، انت بنت منيحة، بس لو تلبسي أواعي. احكي لي، عندك حبيب عشقانة شي؟ لا. الحمد لله. اسمعي، خدي بنصيحتي، مهما كان المجتمع متطور، بس مش منيح انه البنت ضل هيك بدون ما تتزوج. اطلبي من اهلك يزوجوكي. وين اهلك؟ بابا دايما مشغول، اما ماما ما بعرف عنها. لا، اذا كان هيك وضعهم فكيف بدهم يزوجوكي؟ ها؟ ما تقلقي، رح الاقي لك شاب. أوكي؟ أكيد رح تيجي على ديل هي مشان عرس حسام، وهيك تتزوجي هناك. ها؟ ياي، وأنا بقدر أتزوج؟ Thank you أنتي. You're welcome. I
كانت غلطة. طيب ما كنت صاحي، كنت لحالك وأنا ضعفت وصار اللي صار، أكيد ما راح تتكرر. إحنا أصلاً ما بنستلطف بعض، بعرف إنه أنا مش من النوع اللي بتفضلي، وبصراحة أنا صاحب فتون وأنت مرت حدا، مش معقول هيك. بدنا نعالج الموضوع هلأ، منكمل حياتنا زي ما كنا من قبل ومننسى اللي صار، صح؟ صح صح. منيح، الحمد لله كل شيء صار واضح. شوفي شوفي شو عم بيصير، هذا اللي ما كنا بدنا اياه، هذا هو. كل هذا مزحة منك صح؟ والمفروض انك تعودت على هالشي. بتمنى لو اكون مثلك لكانت الحياة بسيطة. بتعرف يا ميرا، لحد اليوم انا بترجاك خلينا ما نعقد الموضوع اكتر، نبعد شوي ومع الزمن بننسى اللي صار. اسمعي ما تتأثر كثير بالتمثيلية، فتون وأنا ما في بيننا إشي جد، الأمور بيننا واضحة. المش واضح هو عيشتكم بنفس الغرفة وبتستعملوا فرشاة الأسنان نفسها. ما بحكي غلط أو صح، ممكن أكون غير رجعية شوي، بس بعتذر لأنه ما بقدر أستوعب هذا كله. خليني أشرح لك. اسمعي إحنا أصحاب واحنا مستمتعين. انا ما بدي افهم اي شيء حسام. ماشي، بس انا بحاول احكي لك انه انا بعرف منيح كيف بتفكر فتون، رح تنبسط عشاننا، وبتعرفي اول ما تعرف رح تفرح وتقول بدها سهره. اه صح، وبعدين حضرتك رح تنتقل من غرفتها لغرفتي ورح نستمتع بهذا الشيء. بعد اذنك. وين رايح؟ عم ببعد من واحد للتاني. لو سمحتي اكتشفت شو حل المشكلة. إذا فتون هي قالت لميرة إنه ما في مشكلة، رح يبطل في مشكلة، صح؟ خير كملوا، أنا بدي أروح بشوفك بعدين. فتون أنا هون حبيبي. اسمعي حبيبتي لازم نحكي. واو شو اللي عم بصير؟ كيف طالعة؟ حلوة. إشي أكيد إني حلوة، بس بالنسبة لعروس هندية. ماما شو اللي عملته فيكي بالضبط؟ اسمع، إذا تزينت على الطريقة الهندية وطولت شعري وبقت قصير كتير صرت زي ميرا بالضبط، فكرك أمك رح تقبل فيي؟ تقبل فيكي شو؟ تعرف؟ لا ما بعرف. هي اسمعي فتون، لا واو من وين اجت عبالك هالفكرة؟ شو اللي عم بيصير؟ احنا ما رح نتجوز بالمرة، انت بتعرفي ممكن نتزوج. بعرف انك رح تتزوج وحدة على ذوق امك، يمكن صعبة علي بس بقدر، بعدين انا وانت منحب بعض مزبوط؟ شو رأيك؟ ها؟ الدنيا كتير شوب، عم بحرق. باي. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. بنشوفك. باي. بحياتي عمري ما كنت مبسوط وأنا بودي حدا مثل هيك. الحمد لله خلصت هالدراما على خير. الدراما الحقيقية هلأ بدت.
الناس كلها بتحكي انه شعور سحري، انه الواحد يحب. روايات وشعر، ومن زمان كتير كمان. شو هالبلبل؟ بس بتعرف خال، انا اكتشفت اشي عن الناس من جديد. شو هو؟ انهم كلهم كذابين، كلهم بكذبوا عشان يروجوا لحالهم. ملعين. شو هالشعور السحري هذا؟ بضغط الواحد، بضغط الواحد، حاسس حالي طنجرة ضغط واني رح انفجر. حتى نفسي حامي. شوف وحاسس دمي كله عم بيغلي، كأني قاعد على نار. حتى مش قادر أهرب من الموضوع لأنه عايش فيه. لما أوقف بحس حالي قاعد، ولما أقعد بحس إني عم بركض. على فكرة راحت علي وراحت علي. إذا بتسمي هذا الشعور سحري، فأنا صار جواتي بحر مسحور. كل اللي بدي إياه هلأ أشتري خضرة وأروح البيت، وميرا تعمل لي العشاء. شو حلو تروح البيت. ميرا. أنا بني آدم تافه، واحد نسوانجي صح؟ أستاذ لو سمحت قول لصاحبك يوطي صوته. اسمع، صاحبي هذا محظوظ، أول ما بدأ يحكي هو صغير أمه لقت كنز بقلب البيت. أرباحكم رح تزيد فوق ما تتصور، بس بشرط ما تزعلوا منكم. ميرا محافظة وأنا فلتان، فاهم خالي؟ عمرك سألت ليش؟ شو اللي خلاني أقضي وقت مع بنات كتار؟ لأني ما لقيت البنت، البنت اللي بدي إياها، وهلأ لقيتها وعلقت. بكفي، بترجعك بكفي. ميرا، سهل علي أضبط الأواعي والشعر، بقدر أعمله أكيد. بس اللي بتعرف الإشي اللي عندك، التوازن، هذا الإشي الهندي، هذا شي صعب. البنت الهندية التقليدية. أمه خلتني بدي أكون هيك، وكمان عجبتني طريقة تعاملها معك. حبيت هذا الإشي يا ميرا، بدي إياه يصير. عمري ما حسيت هيك. بدي أتعلم هذا الإشي منك، راح تساعديني؟ استني. حلو صح؟ فتون؟ ميرا؟ فتون؟ أيوة، شو بدك؟ وين ميرا؟ أيوة منيح، تعالوا بدي أحكي معكم. بليز اقعدوا اقعدوا. بتصور لما نقعد ونحكي بنقدر نحل كل المشاكل،
إذا البلاد الكبيرة قدرت تقعد على طاولة صغيرة وتحل مشاكل كبيرة زي النووي والإرهاب، فأكيد كمان إحنا بنقدر نحل مشاكلنا، خصوصاً إنه مشاكلنا صغيرة. شو مالكم؟ كلنا ثلاث بني آدمين. إيش في يا مجنون؟ في إشي عم يصير بيننا إحنا ثلاثة، وأنا حابب أوضح كل شيء هلأ ومرة واحدة وأخلص، وما بدي أرجع أوصل لنفس المشكلة وأنمسك مرة تانية وحدا يبعدي عن حدا. هذا إشي ما راح أقبله. عملت عصف ذهني وصلت لهاي النتيجة. حسام استنى شوي، بدي أحكي معك. ما إحنا عم نحكي. شو اللي عم بيصير ميرا؟ أوكي أنت بتحبيني أنا بحبها، هذا كل شيء. ها؟ فتون، أنت بتحبيني وأنا حبيت ميرا. أه؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ هي عشانك ما عم تعترف، بس هي بتحبني. واو، هلأ الموضوع بينكم جدي؟ مين كان يخطر عباله؟ ميرا، ما في داعي للهروب. حسام أنا حكيت لك إنه اهدوا، إحنا أصحاب بالآخر. تحكي عن جد أنت بتحبيه؟ جد؟ كانت غلطة. كمان غلطتوا. مش هيك الموضوع. ولا ميرا استني شوي، بطلي تصرفات صغار هاي. حسام حكيت لك هذا الموضوع مستحيل، وكمان قلت لك تنساه ماشي؟ مش رح انساه اوكي، ومش ناوي اقعد امثل زيك. فشو لازم نعمل هلا؟ فتون، انا عمري ما رح اخرب بيناتكم، مش ممكن يصير هذا الاشي. ليش ما بيصير؟ بصراحة لازم يصير. أي اتنين بحبوا بعض لازم بالآخر يكونوا مع بعض. بموقف مثل هاد ميرا أنت اللي لازم تواسيني، بس مش مشكلة أنا بواسيكي. واحدة منا لازم تخسر، وللأسف أنا الخسراني. كنت ماخذة موضوع عروس الهندية بجدية، بس مش مشكلة، ما رح تتوقف الحياة عند هون. يلا خلصونا عاد. بس فتون بكفي، أحسن ما أحبك أنت هلأ. هذا الضغط رح يقتلني، لهلأ صرت شارب 100 قنينة. بس فتون انت عجبتيني. بتعرف وانا كمان معجبه فيك كتير. يس، بدها سهره. ايوه قلت لك. هاي اهلا. هاي يلا شباب تفضلوا اخذوا. Oh, yeah.
انسى موضوعها، مش قصدها. ما بدي اضل بهيك جو حسام، السهر والرقص طلعني من هالجو. خدني اي مكان، خدني لعالمك، عالم الحب والزواج والعيلة والقرايب. بترجاك ساعدني. فتون بعرف شو الكل بيحكوا عني، فتوني منيحة بإشي واحد. لا بس حسام، هذا الإشي مش صح، وأنا عمري ما خليت حدا يعرف مين أنا على حقيقتي. أعطيني بس فرصة وراح أثبت لك إنه الكل غلطاني برأيه فيه، وإنه فتون بنت عادية ناعمة ورقيقة. رح أصير بنتي منيحة حسام، وبقدر أصير زوج منيحة كمان، الزوج الهندية اللي منيحة بوعدك، أحسن وحدة وأحسن من ميرا. اشرب شوية مي. بسيطة، بتصير بأحسن عائلة. فتون تعالي معي، يلا قومي تعال نروح. رح أعمل كل إشي بتحكيه، ورح أكون البنت اللي بدك إياها. ما تخافي، كملي مشي. شوف كيف حياتي حسام، شوف كيف حياتي، شوف شو صار لي، كيف رح أعيش. فكر بالموضوع بليز. طيب أوكي خلص امشي. حاسة حالك أحسن؟ حاسة إني سكراني. ميرا أعطيني الأنينة، رح نغسل لك وشك. أوكي بدي أروح على الحمام. ميرا تعالي معي يلا. ليش ما تأخذني أنت؟ راح تشوف إشي عمرك ما شفته. أو ميرا يا صاحبتي، أعز صاحباتي، نجحتي يا ميرا، وأخيرا نجحتي. أنت كتير محظوظة، اجيت عشان واحد وراح تروحي بواحد تاني. كيف صار هالحكي يا حية؟ لا شو؟ ما عرفتك على حقيقتك. أنت كتير ذكية، ذكية بس ممتاز، وأنا مبسوطة مشانك، لقيتي واحد منيح. كنت تنادي حيوان. بس أنا كنت بعرف قيمته، وصدقيني أنا شفت كتير شباب بحياتي وعمري ما شفت مثله. جد؟ أنت حزناني علي؟ ها؟ أوه فتون المسكينة، شو راح يصير فيها؟ خلينا نعمل هالإشي، خلينا نتشارك فيه مثل ما شاركتيني بيتي، بقصد بيتنا. خلينا نروح. ما تعمليني هيك كأني ولا إشي، أنا بعرف شو بحكي. تخيلي أنا وإنتي وهو معنا، شي حلو، ثلاثي ربعه،
مثل كأن عائلة، مثل ما إحنا هلأ. إحنا عائلة صح؟ أوكي، أنت راح تكوني مرته وأنا راح أكون عشيقته، بناسبني هذا الوضع ماشي؟ بترجاكي ما تحكي بهالطريقة. ليش؟ حتى ما بدك توصلي لتسوي؟ ضليتي ببيتي وحبيتي حبيبي من ورا ظهري، وهلأ بدكم تكملوا سوا، وبالآخر مين اللي رخصت حالها؟ تعرفي؟ في ناس كتير استغلوني يا ميرا، بس لازم أعترف، أنت أشطر وحدي، أنت أشطر وحدي يا أختي. قالت لك إشي؟ لا ميرا، أنت بتعرفي إنه الواحد لما بيكون سكران ما بيعرف شو بيحكي صح؟ آه بعرف أكيد. ما راح تصحى قبل بكرة بالليل. أنت منيحة؟ آه أوكي. رح أروح أبكر من نص ساعة، وأنت حاولي تروحي بكير. خلينا نقضي شوية وقت مع فتون أوكي؟ بشوفك قريبة. باي. شو؟ ليش أنت مش بالمدرسة؟ ليش مش بالمدرسة؟ تذكري لما قلتي إنه رح يجي الوقت اللي لازم أروح فيه؟ أنا هلأ بدي أروح. إجا الوقت يا فتون. الله معك. فتون اسمعي، أنا بعمل برياني باللحمة، الأكل اللي بتحبها.
أخذت الوصفة عن الإنترنت. واو، واضح إنك صرتي أحسن. ميرا بغرفتها؟ لا. تعرف إنه أنا بحب أطبخ؟ بس مفاتيحها هون. تعرف إنه اللبن شو اسمه بالهندي؟ رايتا؟ ممكن تكون روحت وأنتي ما لاحظتي؟ ميرا؟ ميرا؟ راحت. تعال شوف شو جبت. كل بهارات من سوبر ماركت هندي. راحت؟ وين؟ فتون. فتون، أنا عم بسألك سمعاني؟ ميرا وين؟ ما بدها تشوفك يا حسام، هي هيك حكت. شو أنت انجنيتي؟ وين راحت؟ انقلعت وما بيهمني. فتون مالك، ليه هيك عم تحكي عن ميرا؟ ميرا عز صحباتك، كل شي بتغير بين يوم وليلة، كل الحب والاهتمام كله راح. آه راح، مثل ما عملت بعد ما نمت معي. طيب إذا أنا نمت معك أنت كمان نمتي معي، مش إشي أنا جبرتك عليه. ما وعدتك وعود فاضية وكذابة ولا مرة. الأمور كانت بيننا واضحة. كانت واضحة من جهتك أنت، ضحكت علي وأخذت أعز صحباتي مني. آه روح، طبعاً زهقت مني، بطل فيي إشي جديد هلأ. بترجاكي فتون، ما تتصرفي زي البنات الهبل، تلعبي دور الضحية. وإنت ما تتصرف مثل اللي بدك مصلحتي بعد ما ضحكت علي. لهون وصلنا إذن؟ آه وصلنا، وصلنا لهون. اعمل مثل ما عملوا البقية وتركني، تخلى عني وروح. انتو كلكم مثل بعض، فما تحاول تفهمني انك غير عنهم بليز. اذا اهلي تركوني وراحوا فانت ليه ما رح تقدر؟ مرض بھی ہے دیتی चैन भी है तेती, दर्द भी है तेती, जान भी है लेते यारियां जानते हैं वैसे है निभाने कैसे यारियां. تليفونك برن يا انسي، فكرتي ما راح ادور عليكي؟ تمنيت انك ما تيجي. بس منيح انك اجيت، كنت بدي احكي معك. ممكن تعمل لي خدمة حسام؟ أي إشي أنت بتأمري. أنت بتحبني صح؟ وبتحترمني كمان، بترجاك خليك بعيد عني إذا بتحبني عن جد. إذا بتحبني خليك بعيد عني؟ طب ليش أنا عمالي بلحقك؟ ميرا أنا متأكد إنه حبك إلي خلاك تنجني. عمري بحياتي ما رح أوقف وجه صاحبتي، وخصوصا بعد ما عرفت قديش هي جدية بموضوع حبها إلك. مش أنا الله حاسس حال اللعبة، بنتين صغار عم بتلقفوني،
هلأ عرفت كيف هو الشعور؟ ما أنت كمان لعبت فينا، أنت لعبت بمشاعر بنات كتار، وأنا شفت واحدة منهم. بتعرفي ميرا، بتعرفي وين المشكلة؟ إحنا الاثنين بنعرف إنه موضوعنا غير. لأمتى يا حسام؟ قولي. شوف حالك مثل شيخ الشباب، أنت شو؟ لحد امبارح بالليل كنت معها وهلأ هون، فما رح تفرق معك إذا عاشت فتون أو حتى ماتت أو صار إشي معها، وهيك عم بتلاحقني. هاي طبيعتك ورح تضل تعمل هيك. ميرا، دير بالك على فتون يا حسام، لأنها بحاجة إلك، صدقني أنا بعرفها. أوكي، طيب أنت بتعرفي حالك؟ بتعرفي شو شعورك؟ اسمع حسام وافهمني هاي المرة، لو شو ما كان شعوري ناحيتك ولو شو ما صار معي، بوعدك إنه ما رح يصير وأنا ما رح أخليه يصير. فهمت علي ولا لا؟ هاد هو قراري. قرارك؟ وأنا وين قراري؟ رح أضل أسأل عنك كل يوم وكل ساعة، سواء غيرت رأيك أو لا مش مهم. ما تخافي، رح نلتقي قريب، طريقك للمكتب أو للبيت، ورح يكون في استراحة غدا كمان وتليفون وإيميل، ورح ألاحقك على الفيسبوك. استني شوي. قريب بنلاقي الوقت المناسب، أوكي؟ رح نعمل جدول مواعيد زي المحترفين إذا بدنا نضل هيك طول حياتنا. خلينا منظمين. بحكي منطق؟ Oh,
الفتون؟ شو اللي عم تعملي بحالك مشان الله؟ مين هدول الناس؟ حسام هاد انت؟ كمان فتون، شو اللي عم تعملي؟ كنت عارفة انك رح ترجع، عرفت انك رح تكتشف انك بتحبني. بليز احضني حسام، بليز. كتير محظوظة لأنها بعد عايشة. الغبي اللي خبطها ما شافها، كان سايق مثل المجنون. بعد إذنكم. رح تكوني منيحة. المشكلة الضربة بالدماغ. هذا رائد جوزي. أقدر أجي أشوفها مرة تانية، إن شاء الله بتصير منيحة. وأنا مبسوطة إنه حسام معها بوقت مثل هذا. شكراً. باي. أنت لازم تتماسك وتقوي قلبك. عن جد بحبك وما راح يستسلم، على الأقل مو بسرعة. بهالفترة شو رأيك تيجي تقعدي عندي؟ قصدي إنه ضروري هو يفكر إنه إحنا متجوزين. جد ميرا، راح يتصلح كل شيء. حابة كفر عن ذنوبي. مرات وأنا بتفرج على التلفزيون هون بغفى على الكنباي. قصدي اعتبري الغرفة كلها إلي. ميرا، جد هذا التصرف الصح؟ खड़ाई तू
مو شايف انه المستقبل مضمون 100%؟ كل هاي الوعود بالزواج مو عدم ثقة، بس ما حدا بضمن اشي بهاي الحياة. مين بيعرف مستقبله؟ صح ميرا؟ يلا. كنت بفكر انه منقدر نأجل وراء الطلاق شوي، وهيك احنا الاثنين رح يكون معنا وقت نفكر اكثر. ما قدرت تنام؟ لا. أنا بدي إياك حبيبي، هذا اللي بدي إياه، لمسي منك نفسك، أقرب منك أو الحرارة ريحتك حسام، بس بدي اياك الى الحالي مش لميرة. بس اذا انت بدك ميرة الك، انا شو الي؟ كيف رح تمشي الامور؟
ما رح تزبط هيك. ميرا الملاك اللي ضحت بحياتها مشاني، مشان صاحبيتها، صاحبيتها اللئيمة والحقودة والأنانية. وشو عملت صاحبيتها؟ سرقت منها حبيبها وضحكت عليه بإحساسها وطعمته برياني باللحم بالبهارات. فتون، اسمع، ما رح اسمح لها. بدها تثبت اني مش منيحة وانها هي الطيبة، بس ما رح اخليها تكون احسن مني. حسام، انا بدي اروح اشوفها وبدي احكي معها واخليها تحس قبل ما تعمل شي غبي. يلا هلا. لا، بعد بكرة. يلا. هاي، أنا فتون صاحبيت ميرا، بقدر أشوفها؟ مو هون. وينها؟ ما بعرف. شو مالك أنت، انجنيت؟ ميرا، شو في؟ ها؟ ميرا، ها؟ دور عليها، شوفها بالحمام. قلت لك مو هون. ارتحت هلأ؟ لا حسام، ايش بتعمل؟ حسام وقف. حسام سيدو، خلوه يتفاهم زي العالم والناس. مو هيك. وينها حسام؟ ايش بتعمل حسام؟ بكفي حسام، بكفي بكفي. أنا عم بنجن، مش عارف شو مالي. عم بنجن، عم بنجن. هيك أنت حاسس؟ أنت حبيت البنت حسام؟ بجد حبيتها؟ لا، ما عمري كنت بدي يصير إشي زي هيك. ولا أنا. ممكن نحكي؟ يلا. كنت بفكر إنه نقدر نأجل وراء الطلاق شوي، وهيك احنا الاثنين رح يكون معنا وقت نفكر اكتر. بالاخر انت حرة طبعا. بعرف انه ما الي حق اتوقع اي اشي، بس شوف رائد، اسمعني، انسى الموضوع. ليش؟ لاني ما رح اقدر اكل. ما رح أقدر أعيش بهالبيت، ما بقدر أعمل هالإشي. ميرا، يا ريت تفكري شوي.
قطعتي كل هاي المسافة عشان تكوني معي، صح؟ حسام ما كان موجود. هلأ رأيت هذا الفطور والقهوة وعايشين تحت سقف واحد، ما بقدر أعمل كل هذا إلا معه هو، أو ما بعمله. وما لازم يعرف بهالشي بالمرة بالمرة. طيب رح أخون ثقتها بس هالمرة لمصلحتها. انتي منيحة؟ الحمد لله منيحة. الله معك يا بنتي. الله معك. وين رح نتعشى الليلة؟ بدي ألحق أحجز طاولة. ما في داعي للتصرفات الطفولية، أنا ما بعرفك وروح من هون وما بعرف شو. خلينا نفتح صفحة جديدة. كانت غلطة يا ميرا، وانت اجيتي على الهند بدون ما تخبريني؟ كيف بتعمل هيك حبيبتي؟ كيف بتعمل هيك؟ ليش بتعمليني هيك؟ فتون. شو؟ عم بتبالغي ملاحظة؟ شو اللي صاير؟ انتو شو عم تعملوا هون؟ أعز صحباتي بدها تتجوز، ومن بين الكل اختارت الشاب اللي حبيته، فكيف ما اجي؟ طيب هلا البطل بده يحكي. شوفي ميرا، بدي اقولك انه بصراحه انا كنت عم بفكر زواج. شو رايك تتجوزيها انت؟ زي ما كانوا الكل يفكروا، ماما والعيله، وحتى انا بفكر. انت فاهمة علي صح؟ انت فاهمة علي؟ لا ميرا. ايش؟ اسمعي، راح اكون على طبيعتي. انا هيك شخصيتي زي ما انت شايفاني، زي ما انا واقف قدامك. في اشي بضحك؟ حطي حالك مكاني. طيب يلا اتركيني احكي. وأنا موقفتك؟ ليش عم تضغطي علي؟ وبتوتريني؟ هلو؟ ركز. هذا اللي مش عندي، التركيز. بس رح أتغير، بوعدك قصدي أني ما أضل هيك. أحكي لك، لو حدا مسك إيدك وكردة فعل وبكل بساطة راح يتأكد إنه الأولاد أكثر من الإميات، وهذا اللي صار. وهيك أنتي، وتعودتي تزعلي مني أكيد، لأنه هيك أنا، لأنه من زيك. بصراحة أنا مش قادر أتخيل كيف كنت معك أصلا. بس ميرا أنا تغيرت كتير، شوفي كيف؟ مركز؟ واضح؟ ميرا بكل لحظة ودائما.
من وقت ما رحتي، وأنا ما كان ممكن إني ما ما منحب بعض، وهاي مش بداية الموضوع ولا نهايته ولا نهايته. مشان الله حد يقول لي بكفي، أحسن أنهار هلأ قدامك. أنهار حيرات أو شو كنت بتحكي؟ الجو حامي حامي كتير صح؟ أنا عم بحرق. سهرة، خلينا نحتفل. نحتفل. مئة مرة. ليش ما تقولي شيء؟ بلا هبل. وقتها حضرتك رح تنتقل من غرفتها لغرفتي، وطبعا رح نستمتع كمان. أنا مش ضفدع عشان أنط من غرفة لغرفة، كأني مش عارف شو بدي أعمل. أنا بحبك ميرا. أنا بدي أشوفها هلأ. خلي نايم. ماما ساعدني يا ولد. يلا يلا. قديش صار وزنك ماما؟
رياض نظف الخزان، رياض روح موت عهر. موت وين؟ اهدوا يا جماعة، حلوة ملعوبة. قلتي لي خلي وين؟ لسه ما عملت كت؟